إبراهيم جلال. هو إبراهيم جلال المخرج والأكاديمي والفنان العراقي الرائد، المولود في الأعظمية ببغداد عام 1923. قبل احترافه للفنون كان رياضياً وأحرز بطولة العراق في الملاكمة، ثم في القفز العريض ورمي القرص. عند تخرجه في فرع التمثيل بمعهد الفنون الجميلة عام 1945، مثل في أفلام القاهرة بغداد وعليا وعصام وليلى في العراق. في عام 1953 سافر للدراسة في معهد السينما التجريبي بالعاصمة الإيطالية روما، لكنه لم يكمل الدراسة فعاد للعمل مدرساً في معهد الفنون الجميلة. ترأس فرقة المسرح الفني الحديث في بغداد التي أسسها عام 1952، وعمل مساعداً للإخراج في فيلم من المسؤول وفيلم سعيد أفندي. سافر إلى أمريكا ونال شهادتي البكالوريوس في عام 1961 والماجستير عام 1963 من جامعة شيكاغو. وعند عودته إلى بغداد واصل نشاطه الفني والأكاديمي. انتخب نقيباً للفنانين وكرم في عام 1974 بصفته رائداً مسرحياً مؤثراً في احتفالات يوم المسرح العالمي ببغداد. من أبرز مسرحياته مخرجاً مقامات أبي الورد والبيك والسايق وآن أمك يا شاكر والمتنبي، وآخرها الشيخ والغانية قبيل وفاته. توفي في عام 1991 بعد آخر لقطاته ضمن فيلم بعنوان الوداع الأخير. Thank you.